زلك في غد سوالين غار تعادة من زوني سالين سمازيغ فغاف تيلي زرين النهار ذي تزولة يفذو فراح أجر غلانا نتمريث تونيين ذي تزريك تيس 21 سال الغياب 21 نيس وقسن نغسل الغياب ديلان غاف سبن ونففاذ كورونا يزراد وفراح ثكين نوغرن 300 سنارويين يقدشن يثمريث يقذوي ذي سعان إمسن سوين تشكبونا يتونجين غار ثمان نوغرن 30 نين مثلان تموراثي فارانيين وفلا حقي ضم ضيق نسوسن سوغيرو جنت مريث سعال زير ويخبرو دون غلاف نتمريث ذا تمغوري ثان سايكتي كسين حمادي ذاك انت مورت نسعودية ذي نفقينا رحبة تزريك تيس 21 نوفرا حاجة غلان نتمريث ذا تونك ذا وسكين ديس 340 نيمسكنن سي 21 نتمورا هاجة ربعي ثوال سوية المملكة العربية السعودية ضيف شرف الطبعة 21 للصالون الدولي للسياحة والأسفار. هذا الصالون الذي غيبته وباء جائحة كورونا، والحمد لله بعد انجلاء هذا الوباء عدنا والعود أحمد إن شاء الله، وستكون فرصة لكل المتعاملين السياحيين لاستغلال هذا الفضاء لترويج للسياحة الجزائرية إن شاء الله، وكل المواقع التي تزخر بها الجزائر من مقومات سياحية والتعريف بها لكل الدول المشاركة. إذا تجدر إشارة معالي الوزير أن نذكر أن هناك 340 عارض على مستوى هذا الصالون الدولي، وبمشاركة 240 يعني فضاء ستون، ومشاركة 31 دولة. يفد أمرا يمثل نسقمو نيجان تموزغاسي الهاشمي عصاد دي تير زينس غرى الولاية برج باجي مختار يفد غاف تزور أبو المودة ثلاثة إنجليزية تذك غرفزن إمن زاك نيفد دغن الهاشمي عصاد غاف الدقس نيمضغان إس نيزيكن يسعان النوغة أقفور أحمد تامري يزنا ضيا هي زيارة معينة إلى ولاية برج باجي مختار بتنسيق مع السيد والي ولاية برج باجي مختار والسلطات المحلية لمعاينة مجهود محلي على مستوى هذه الولاية، وين التزام أن تكون أيضا تدريس اللغة الأمازيغية كتوجه الدولة الجزائرية ترقيتها في ولاية حدودية مهم وهي في استراتيجية المحافظة. ستكون السنين القادمة إن شاء الله إضافة مهمة باعتبار المنطقة منبع حقيقي وتراث حقيقي للأمازيغية، حيث اكتشفنا في زيارة أمس بالنسبة لبلدة دمياوين آثار قيمة من 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 حجارة ومن مغارات تبين الرمز التاريخي والرمز الحقيقي للغة فينا التي سجلت من آلاف السنين. تهكد ستويث البريد ثمن زوثي ونواسب بولمود ذو سيلا غفت بقى القانون الصن حضورا نمس فقد أمثوا بغلف بولمود على يندون ذي يسنان تدريم ذو غليف وتسكين ذو سيل غاقي إسلوين تستويت من بليدة ثمن زوث يقود سيس سنات وذاغان تستويت النمدية تيبازا يقود تستويت 5 مليانة وذاغان المهلين لقديشة تستويين عادل عباس يزنع دايو. ظن وجودنا اليوم في جامعة سعد دحل بالبليدة أولا هو لتأطير اليوم الدراسي الإعلامي والتكويني لفائدة مسيري وإدارات المدن الجامعية بالبليدة والمدية وتيبازا وخميس مليانة، سواء كانت مؤسسات جامعية أو خدماتية أو بحثية. إذن فيه طريقة جديدة، فيه حوكمة جديدة لتسيير الأموال العموم. الهدف نتاعنا هو من تحسين الأداء، وكذلك
الشفافية وضمان الشفافية في استعمال المال العام، حتى يكون في شرح وافي حول المستجدات وكيفية التحضير الجدي والفعال لتسيير الميزانية للسنوات الثلاث المقبلة، لأنه الآن التسيير ما أصبحش تسيير سنة بسنة، ولكن تسيير على يعني ثلاث سنوات، والتسيير الآن أصبح تسيير على حسب البرنامج، بمعنى كل مؤسسة جامعية لازم يكون عندها برنامج واضح واللي على أساس هذا المعطيات الدقيقة يطلبون الميزانية من الوزارة الوصية. يتمحور حول القانون العضوي الجديد للمالية وطريقة تسيير الميزانية الجديدة. استفدنا في طريقة تسيير الميزانية الجديدة التي كانت مبنية على الموارد المالية الآن مبنية على الأهداف. كان فرصة للتواصل مباشرة مع المديرية المركزية وطرح الانشغالات المتعلقة بصرف الميزانية. كما قلت يعني هذا القانون الجديد 18-15 الذي جاء بإجراءات جديدة الهدف منها هو عصرنة وضبط صرف الميزانية. سفدان دايل مزيانة مناطن المنصورة هذه الولاية نغردايا اسم فران مزيت غفري دغنا وأمنزو سفدية تقيضونين تنزو تتوتشيتين الثانسيين يغالن لولهان نمس بردن ذيم ساغن عاصم بخاري يغالد ستوري الثاقي أمس فريد ذا قفري ذا غنا ومن زواز دي لثونيز إيثي سيث تحشيشين ركمان ذا قمان وذي يجتو تشيث ثان سيث ميز فداني المزيان صدق سن وفوذي وسواظ اللقذي شنسن سوذم إيكرزان ذي ثقيضونين إيمساغن ماذا بنا ننصح الشبيبة تعنا هذه الله يبارك تحركوا يا خدموا على أرواحهم شوية فهمتها هاك تشوف بيتوك كما هكذا أو يسترزق المهم خبزة حلال تنفع الناس هذه البصره كان يجي 1000 كيلو كان يجي 500 كيلو راك عارف يروبوزي هنا يردي ويجي ثاني يبقى يصلي يجي ثاني راك فاهم سيب راحته وعاود يديماري من جديد عاود يرجع يروبوزي عاود يروبروني نور الدين ذي رفيق نيسس نورفاندو ذمي خلفن ذي القديش الذي يغالن فلاسن السرفاح التدريم ثا كاين كانت طريق مقطوعه ديريكت ما كان وين ياكل وين كان وين يشرب ما كان وين يتنفس الحمد لله درك درنا لهم وين يصلوا وين يشربوا لاتاي وين يضربوا الحريره الحمد لله واللي يحتاج حاجه ثاني نديبانو حتى نوصلوا نجيبوا له الميكانيسيان الطريق هنا والحمد لله على كل حال منها متسرزقين ومنها نافعين ثاني الناس اللي مغبونه من الطريق هذه لاتاي بيض فول دوار ما زالوش منهاش ورانا فاتحين 24 ساعه باش جاك ما نسكروش عندكم الناس يجوا ياكلوا يحبسوا اللي كاتب لك ربي تديه تديه الناس قامت تحبس دائما فايت يحبس طالع يحبس نور الحاشين ربع حالين 24 ساعه على بريشا دلق ذي شاث خاص مزرانتد انني اسيا غرزت دينا لدي جلون سنو يموي ثمناطن من صورة دي الولاية نغردايا ذا جس وزاليس ايم سفردان بوفري ذغنا ومنزو ميذا جقون الولاية بونزول إيه كان لنا صوت جديد ونعرف تجارنا نسنا سمازي خد نعرف تكلت نيضا نعرف أسامة شكرا جزيلا.